سأل الله عز وجل. فاتصلت واحدة احدى النساء قالت يا شيخ، قلت نعم. قالت انت تكلمت عن الرب عز وجل، انا تقول مبتلات بمرض، تزوجت، تقول تزوجت زوجي قبل 3 سنوات، وبعد الزواج بثلاثة اشهر تعبت ومرضت، فلما ذهبت للمستشفى اخذوا التحليل مني ومن زوجي، وجد ان زوجي سافر الى خارج المملكة واتى بمرض ونقله الي بعد الزواج. تقول والله يا شيخ لنا 3 سنوات الان، لنا 3 سنوات شرق غرب، انفقنا 1,500,000 ريال على العلاج والعلاج، وانت تكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. قلت والله اني صدت. حنا عندنا كلمة يا اخوان كل يوم نقولها 100 مرة، ما هي؟ لا اله الا الله معي وحده، ايش؟ لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو ايش؟ صح على خير، صح يا جماعة، وهو على كل شيء قدير. قلت بس شوفي ترى، يقول ابن الجوزي رحمه الله: أعطوا الله ما يحب يعطيكم ما تحبون، استجيبوا لله إذا دعاكم يستجيب لكم إذا دعوتموه. فقلت له يا شيخ، قلت له أبغى منك 4 حاجات، ربنا إذا ترضينه يرضيك، إذا أردت من الله شيء أعطه شيء يا شيخ، الله ما يعطيك كذا، لازم تقدم شيء حتى يعطيك الرب سبحانه وتعالى. فقلت له قالت ايش اسوي؟ قلت الله اول شيء ابغاكي اسبوع هذا كامل على وضوء 24 ساعة، انت وزوجك ناموا على وضوء، كلوا على وضوء، خلوا اربع، كل ما حدثت توضع على طول. الثاني كل ما فكرتوا بالمرض اعطوا الله تعالى احب شيء، احب الكلمة الله، الكلمات الله ايش؟ سبحان الله والحمد لله الله والله اكبر. كثروا قلوها الى 50 مرة الى 60 مرة. الثالث تصدقوا، داووا مرضاكم بالصدق عن صح الخبر. الرابعة أكثر مدح الله عز وجل، في البخاري ومسلم: يا أمة محمد لا أحد أحب إليه المدح من الله. فقلت يلا اشتغلوا لله، شوفوا كيف الله يعطيكم. والذي رفع السماء بلا عمد، والذي يسمعني وإياكم من أهل الرياض الآن قسما بالله العظيم، إنها 4 أيام وتتصع. قالت يا شيخ أحس إني مرتاحة أنا، ادع لي. قلت أنت عندي الحين أنت مرتاحة مع الله، ادع لنا أنت. بعد 5 أيام أو 6 أيام أرسلت رسالة قالت اتصل توي جاي من الدكتورة. كانت تقول في واحدة دكتورة مشرفة على علاجنا منذ بداية المرض. والله يا اخواني مدقت علي بيض الله وجهها، اسمها منورة، الله يبيض وجهها، قول امين. يثبتني على الحق وجميع المسلمين، بس بعض الناس يعرف الحق، هي منهم الله يثبته. قالت ايش؟ تقول والله يا شيخ لسه جاي من الدكتورة، تقول انا وزوجي اخذت التحليل منه الدكتورة وذهبت الى المختبر، بعد ربع ساعة جت وقالت اجلسوا ابى اروح اجيب المصحف. قلنا ليه المصحف؟ قالت اريد ان اقسم لكم بالله العظيم ما في اي اثر المرض في جسدكم. 5 ايام بس ب4 كلمات مع الرب سبحانه وتعالى. شوف الكرم، لا اله الا الله، حدث عن كرم رب العالمين ولا حرج، حدث عن قدرته ولا حرج، بس كيف يعطى الانسان؟ واحد تكلم هالايام يا اخوان، امراه قبل تقريبا شهر ونص، تقول يا شيخ انا تزوجت قبل 6 شهور. وبعد الزواج تقول كان لي علاقه مع شاب قبل الزواج، كنا نطلع احنا وياه وصور، تقول ما حصل الشيء اللي انتم خايل، انتم خايل اسمهم متخابرين انتم ان شاء الله، اللي يعني مفهوم ذاك، لكن تقول معه لي صور. تقول بعد الزواج الان اتصل عليه اقول له اعطني الصور، يقول لا خليهم ذكريات. ودي يعطيني اياهم رفض. قلت له تبي، قلت له تبين الله تبين الرجال يعطي على الصور؟ قالت ايه. قلت ابى اطلب من الصلاه، قالت وشو؟ قلت لا تكلمينه ولا تتصلين فيه. ابغى الكلام والاتصال خليه مع رب العالمين. ابى اعطيها الاربع ذول قلت لكم قبل شوي، واعطيها قلت اشتغلي بهم احذري تدمع عيني تسمع المكالمه معه، احذري ترجينه بقلبك، خلي رجاءك ودموعك وبكاءك وخشيتك لرب العالمين سبحانه وتعالى. والله العظيم يا اخوان بعد 4 ايام 3 ايام استغفر الله تكلم عليك ابو عمر، قلت سم. قالت يا شيخ اخربت. قلت وراه؟ قالت تكلم علي قال الحين ما اعطيت الصوره لما تطلعين، نبي ناخذ راحتنا. قلت له تدري، قلت له تدري ايش القضيه؟ قالت ايش القضيه؟ قلت الان ابليس عرف انك قربت الى الله عز وجل، وعلم ان الله تعالى سوف يعطيك اللي تريدين، فالان ابليس يحاول يخربها قوه، لا تطيعين، لا تكلمين، لا ترجينه، خلي اذا زيدي باللي اعطيتك، كثري منه. والذي فلق البحر الموسى، قسما بالله العظيم يا اخوان، انا حلف لله لان الاخبار دي قد ما يصدقها بعض الناس. والله ان ترسل رساله تقول انا بمكه، والله اني معي اصفر. اني قاعد في البحر ادعي لك، بيض الله وجهه، الله يجزى عنا خير. يا اخوان ماني عارف الله،